السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه تيستي افيك نعيمه او جرب الوصفه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطواجين ديال اولاد الشعب، طواجين ديال البيض بالجبنه. طاجين كيجي رائع في المذاق والطريقه التحضير ديالو سهله بزاف. يمكن لكم توجدوه في اي وجبه اللي عجبتكم، الفطور او الغداء او العشاء. فهو وجبه صحيه متوازنه. وكما العاده الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي فمرحبا بكم والف مرحبا. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وقبل ما نبدا، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فواحد الطاجين غادي ناخذ واحد البصلة، غادي نقطعها هكا دوائر صغار ويكونوا رقاق طبعا، يعني نحطهم كاملين في سطح الطاجين. نضيف عليهم ثلاثة الحبات ديال الطماطم او مطيشه، كنقطعهم حتى هما هكايا دوائر. كنضيف عليهم الفلافل الملونه، هنايا استعملت فلفل احمر واخضر. نزيد عليهم الربيع، هنايا كاين القزبر. نضيف عليهم واحد زلافه ديال جلبانه، يعني جلبانه خاصها تكون هذيك جلبانه اللي صغيره اللي دغيا كطيب. صافي، هنايا غنبداو في العطريه. غادي نزيد عليه ندير لهم معلقه صغيره ديال الملحه، يعني الملح حسب الاختيار. نزيد عليهم ملعقه صغيره من التحميره او بابريكا، شويه ديال الابزار، انا هنايا ما كناكلش الابزار بزاف، شويه ديال الكمون. صافي، وكنرفعوا الطاجين فوق النار حتى كتلق ديك الخضره كامله الماء ديالها. طبعا هنايا غادي نعاونها شويه بواحد نص كاس ديال الماء. صافي، ونغطي عليها باش تلق داك الماء ديالها، يعني طيب على خاطرها. طبعا هنايا غادي نقصوا الطاجين، وهنايا غادي نضيف عليها تقريبا واحد نص كاس ديال زيت العود او ربع كاس. صافي، هي بعدا بعد ما طابت لينا شويه. طبعا هنايا غادي ناخذ واحد ثلاثه ديال البيضات، انا هنايا كنت حاطه اربعه ولكن اكتفيت به بثلاثه. صافي، كنخلطهم مزيان وكنضيفهم للطاجين، يعني هنايا البيض راه كيطيب دغيا دغيا، هو كنخليه حتى المرحله الاخيره. هذا الطاجين كيجي رائع وشهي، وطبعا صحي ومتوازن، يعني يمكن لكم ديروه في الغداء او للعشاء، يعني هو وجبه سريعه في التحضير. طبعا هو الطاجين ديالنا بعد ما وجد. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وطبعا الى عجبكم ما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في لي كومونتير، كتشجيع عليا باش نستمروا في تقديم وصفات اكثر. بصحه وراحه وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.